لك رشيد او يعدمني اياك لك بتاع لك رشيد يا اخي يا ابو رشيد مختار ابو نصيف عزت يا عزت يلا عريف عزت يا حيوان شو بدك مالك سامع صوت الأواص بالبلد هلا مشان فشكتين الله يهز بدنك فيقتني هذا بيكون الاجدب عبد المقصود سمع لنا شي خبر ونازل طخ بكره شو بدنا نقول له معلمنا ابو جابر ابو جابر ايه هي مسؤوليتي ولك كر انا هون هلا بليس المغفر روح ليه نام روح اصطفل صباح الخير روح اضرب هون جوا المغفر مثل البق لا بينام ولا بيخلوا حدا ينام ابو جابر خليك هون لا معلش بدي روح ما سمعتي صوت الاقواص اصلا ما كان لازم اترك المغفر بهيك ظرف يلا بشوفك عم ندور منيح بس على شو عم ندور يا مختار ابو نصيف لا تجلطني استر على اختك ابو حسنة بيساوي انقلاب بقى دوروا على شيء يثبت ويصير الشبهات يعني سلاح مصاري مناشير سلاح انا لقيت السكين وانا لقيت كمان نقفه وسكينه وفي مصاري هون لا تجنوني يستر على اختكنا او حسنا بدي ساوي انقلاب بسكينة لحام ونقافة وخمس عشوار بابا ليك شو لقيتهم؟ شو ها؟ شو داك؟ في صوت برا اسمعوا يا رفاق كل واحد فينا بروح على بيته منيح انه الله نفذنا من الكمين ما بكون حدا شافنا لا ما بصير حدا شافنا بدوب ليكو اذا حدا قبض علينا ما عندنا غير جمله واحده من الساعه 11 كل واحد فينا راح على البيت ينام ها مفهوم يلا اتكلوا على الله شو بدنا نعمل مشان كوفيتك بكره الصبح بنلاقي طريقه نجيبها يلا على البيت دير بالك على راسك يلا بابا سمعت الأقواص؟ سمعته لك سمعته بدي الانقلاب يا بابا حد ما نادوا الانقلاب الانقلاب بيصير بالشام مو بالضيعة لك هاد أبو حسنة قرد ملفلف غشهم راح يحتل البلد بالأول وبعدين راح يصير بقواته على الشام ويحتلها قواته؟ لك إيه قواته بعدين أنت شو فهمت بالانقلابات؟ وإنت ماذا بتبعت برية لحدا؟ لك إيه ما بدي أعرف إذا الانقلاب نجح ولا لا انت يا عبد الغني بسيطه انا برجيك رنا بابا خط صغير مو مبين معك ولا هات لا انت يا رب اختار يستر على اختك انا ما بحب بس اعطيها لابو نصيف لانه بده يصير مختار خذ هذا رشيد هذا لشوف نفط العرب نفطوا العرب وليش نفطوهم شو عاملين خلي كمل ارى لي بعدك خلي بعدك هذا الانقلاب انقلاب شوف لي التاريخ امتى يحدث الانقلاب الربيعي في 23 من اذار انقلاب ب 23 اذار صدقتوني قلت لكم ابو حسن بدي يساوي انقلاب صدقت يا ابو رشيد عبد المقصود
شو عم يعمل هذا المسطول هو؟ أكيد في شيء. جاي ما كان يروح. لك شو بك مختار قطع حيله؟ هلا بمل بيروح. لك شلون بمل؟ هذا بمل، هذا رجليه بشرشوا بالارض. خلص بهدلنا، فضحنا. انا برايي طولوا بس. يستر على اختك، ما بدي رايك. هيك يا حسنة بدنا نتم طول عمرنا نحكي من الشبابيك من فوق الحيطان. افتحي لي الباب. افتحي لي الباب. ايه حبيبتي رح تفتحي لي الباب؟ يا حسنة طالما انا بحبك وانتي بتحبيني، ليش هالمعوقات هي كلها؟ بحبك اصرخ قدام الدنيا كلها وقول بحبك بحبك بحبك. افتحي لي الباب. خلينا نقعد بجنينة ونشوف القمر انا وانتي بحبك. لك سلمي لعرفان انا انك بتحبيني ورح تفتحي لي. يلا افتحي لي حلاقي لك انا. ليش طولتي لفتحتي؟ يلا سكري الباب سكري. سحقا يا حسنة، سحقا. لهون لهون وصلت معك يا حسنة؟ بس رشيد والمختار والشباب ليش ما ردوا علي؟ لك ادفع نص عمري واعرف شو عم بيصير. نص عمري. صباح الخير اخي واستاذي عبد المقصود. المقصود خبروا عنا منقول عم يتهيأ له. ايه عم يتهيأ له. واذا انا وانت 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 قلنا لهم كنا نايمين بالبيت ما بيعود حدا بيصدقه. ما بعرف شو بدي اقولكم بس الشغله خطره كثير. الرجل شافنا. انا برايي نعترف ونخلص من المصيبه كلها. اسمعوا هالحكي، اسمعوا شو هالحكي. نعترف انه نحن دخلنا من الشباك لجوا على الدكان. جماعته شو بيسووا فينا لأبو حسنة؟ إيه والله بيفهمونا فرم. بعدين نحن مو مشكلة، المشكلة عندك يا أبو رشيد. مش أنا شو دخلني؟ شو دخلك؟ ما أنت صاحبه لأبو حسنة. ساعتها شو بدي أقول لك أبو حسنة؟ فتت لعندي على الدكان وبحبشت بالوراق. يا كحل عيني. خلص أخي خلص، بكرة بس نجتمع نحكي بالموضوع. يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله تصبحوا على خير. الله معكم. محمود محمد علي السرحان. منين الأخ؟ من تل الواوي. وانت؟ من البياضة. تشرفنا. علي السرحان. هذا سيدي مظهر مخول. مهران الطويل.
سلوم الفهد. حاضر. خضور الحسن. حاضر. اعزت افندي، هات لشوف. احكي لي شو صار امبارح بغيابي. سيدي كل شيء تمام، كأنك هون واحسن. كأني هون واحسن. ولك يا حيوان، امبارح كان في جبهه مفتوحه هون، القاطع كله ما نام من طق رصاص، وبالاخير بتقلي كل شيء تمام واحسن؟ كله كم فشكه. وشو تصرفت جنابك؟ سيدي اخذت العناصر وطلعت فيهم برات المخفر، واول ما شافونا يلي عم يطخوا لازوا بالفرار. اها، قلت لي لازوا بالفرار. طيب ما عرفت لي مين هن؟ هدول عناصر غريبة مشبوهة متسوسة على البلد. تعرف عزات، الحق مو عليك انت، الحق علي انا اللي امنتك على المخفر. اسمعوا، لا بتاخد عنصر وبتروح للمكان اللي صار فيه طق رصاص، بتفتش لي اياه شبر شبر، وما بترجع لهون الا ومعك معلومات منيحة، مفهوم؟ يلا طلع. استنى عندك عزات. سيدي هاي تقرير المكالمات اللي طلبتها. يرضى عليك يا فتحي، بتروح مع عزت بهالمهمة، انت الوحيد اللي بتفشل لي خلي بهالمغفر. يلا تحرك. خلاص. اها حلو، بدك الناس تشتكي علي يا ابو العبد. ايه ما فشرت عينك، بدك تلف الحبل على رقبتي يا ابو العبد. والله ما لك سهل، بس هالملعوب بتلعبه مع حدا تاني مو مع ابو جابر. وين يا حبيبي؟ وين يا قلبي؟ من هنيك عمي، من هنيك. الله يخلي لك اولادك، ما حالكم تعودوا عليها الطلعة؟ اهلين ابو علي. اهلين عزوز. اهلين شرف علي. هاي غليت امبارح. لك الله يعطيك العافية يا عزوز. عزوز خذ هدول. الله يخلينا يعطيك. الله يعطيك العافية يا عزوز. مرشد؟ لك مرشد؟ لك مرشد رفيق، مرشد شو بك مطرشه؟ خير ابو علي؟ شو بدك؟ شو بك مكركب مالك على بعضها؟ ما في شيء. ابو علي عرفت شيء عن سلوم؟ انا اللي بعرف اخباره لسلوم، سلوم صار فوق. كيف يعني صار فوق؟ طوع بالجيش. لك خبر حلو؟ عم تحكي جد؟ لك شو عم بمزح معك؟ لك ابو علي عم يحكي معك، الله لا يوفقك. قلنا لك ما تركنا لحتى لبس البدله. شباب رح خبر الشباب. قبل ما تخبر الشباب روح خبر امه واخته خليهم يطمنوا علي. انا كنت بروح بخبرهم، بس شو خفت؟ خفت انا روح من هون ابو صالح يجي من هون يكبس علي ما يلاقيني، مصيبه بتصير وقتها، مشان هيك عم خبرك. شو رايك انت؟ خلص ابو علي روح وانا بخبره. لك يسلمني ربا، انا مشان هيك يلا اتكل على الله. ابو علي، ابو صالح، شو هالمفاجاه الحلوه؟ انت ما بيتعب لسانك من كتر اللعي؟ نازل لي قص سيار والركاب ناطره بالسياره، طلع شغل واتكل على الله. يلا. اهلين عم ابو صالح، انا ما دخلني، هو لحاله تاخرها. مرشد حلو عن الرجال بقى، حلو عنه، بكل هاي الضيعه ما في حدا بيحس بغيره. حلو عني يا اخي. هلا انا عم اقرب على رفقاتك شيء؟ لا لا يا عم صالح، نحن كنا بخندق واحد، هذا الوطن إلنا كلياتنا. أخي الله يبارك لك بالوطن كله، ما بدي منه غير أبو علي، بكفيني. الرجال ما بده يصير بحزبك، صار قايل لك الحكي أكثر من ألف مرة، اتركوه يا أخي، حلوا عنه بقى. أنا خضور. وأنا سلوم. أهلين. أهلين. أستاذ عبد شو اللي عم تساوي؟ جنيت بدك تنتحر؟ تركني يا ديبو، تركني. هاي الخيانة والغدر سمت هذا العصر، هذا مو زماني،
لازم روح مشان ارتاح وريح. طول بالك استاذ، طول بالك استاذ عبد، يعني كل مشكله ولا حل، فهمني شو القصه. ديبو انا لازم قبل ما انتحر فهمها اني كاشفها واخلعها كلمتين بعظمه بتستاهلن. ومنو هي اللي كاشفها وكلمتين وبعظمه يا استاذ؟ لا يا عبد، لا يا عبد، صدقني ما في مره بتستاهل نضيع حالنا مشانها. مثل ما عم اقول لك عبود، انت زلمه مثقف ومعلم واستاذ مدرسه. انت شلون تارك المدرسه وجاي لهون؟ شو ديبو؟ تقصير مثلك مثل غيرك من الاساتذه؟ قاعدين مسؤوليه؟ هدول طلاب امانه برقبتنا يا ديبو، يلا على المدرسه، يلا شرف. طمنت عليك استاذ عبد، طمنت عليك. طمنت عليك استاذ عبد. ايه هات، يلا. شو اعطي الطلاب استاذ؟ تمارين سويديه. استاذ فيني اشتري صفيره جديده اللي معي عم بتخش؟ لا مو ضروري. مرني سيدي. السجين شرف الدين الملقب ابو حسنة، تبعتوا لي على السجن السياسيين، هذا صاحبنا ابو جابر موصيني فيه. حاضر سيدي. استاذ عبد شبك؟ شو صاير لك؟ ما بعرف يا علي، مطوش وبدي روح ودع على الخاينه. خاينه؟ مين قصدك؟ مين يعني؟ رفيقتك حسنة. اهلين. اهلين عليا. حسنة؟ ايه بس حسنة مو هون، راحت مع ابوها. ها لا يا ستي، هون امبارح كان شاهين عندها يا ريا. استاذ عبد انتبه كتير منيح على كلامك ولا تخبص بالحكي. انا عم قلك حسنة مو هون، واصلا شاهين كله على بعضه صار له يومين مختفي وما حدا شافه. لك شوفي انت وياها طالع اصواتكم من الصبح. شوفي هلا يا عمي ابو رشيد، وانت كمان امبارح بالليل الساعه 5 الصبح بنادي لك انت ماشي انت والمختار ابو نصيف ولا ترد علي نهائيا وبتطنش. شو 5 الصبح؟ ايه شبك لك منيح؟ شو صاير لعقلك شيء؟ انا كنت نايم هي فقتي شفت عينها. شبك لك ابني؟ لك ليكون سخنان روح شوف لك حكي. يا والله بيجوز. يا لطيف على الرجل هذا، لك بتنوقف فيه بلاقيه ظابط، بحكي معه بلاقيه مهزوز. روح يساوي لنا فطور، روح يساوي لنا فطور. لكان انا شاهين مو حي الله، والله لخلي تخ بالحبوس. وانت شو استفدت؟ هلا مو بس ابو حسنة ما راح يجوزك بنته، حسنة بذات نفسها ما راح ترضى فيك. شو مساويت؟ ليش انا شو دخلني؟ مش وانا زتيته بالحبس؟ ليكني انا اجيت لعندك لحتى اثبت لهم انه انا ماني موجود بالبلد، بعدين لحتى اكد لهم اكثر اني انا ماني بالبلد، رح انزل هلا على الشام على الشعب الثاني، وبالمره برفع لي شي تقرير مشان ما يستغنوا عن خدماتي بالشعب الثاني. يلا خاطرك. وانا شو رح ساوي؟ شو بدك ساوي يعني؟ بدك تم مقبور هون، هاي عندك شاي وعندك اكل وعندك دخان، انزل. خود هدول، إذا نقصك شي دبر حالك. سلام. عزت، عريف عزت ولا؟ حاضر سيدي. شو في يا ابني؟ في نقطة دم. امسحها، شو عم تساوي؟ لا لا لحظة لحظة لحظة، الله يكسر ايديك، هي اسهر الجريمة. خرطوش وكوفية ودم، اذا هون مسرح الجريمة، واحد المعتدين مصاب والتاني مضيع الكوفية بس لقينا له اياها. ايه وشو يعني؟ يا كر، يعني نعرف مين المنصاب ومين صاحب الكوفية، وهدول الخرطوش من قالوا مسدس طلعت. عنا تحقيق كتير كتير كبير، وهلا بلشت اكمش خيط الجريمة. خلينا نروح لعند ابو جابر بيكون عم يستنانا. عواد، عواد حاضر مختار. استاذ عواد لو سمحت بتروح لعند ابو نصيف وعند ابو رشيد بتقول لهم المختار معاوزكم ضروري
بمكتبه وفورا. حاضر مختار. مختار؟ من بعد اذنك تسمح لي قبل ما اروح بلغهم على الاجتماع، مر لعند اختي وشق على اختي الضعفان، صار لي كم يوم ما رحت لعنده، قلبي من جوا عم يتقطع، بس بدي اطمن عليهم، الله يخلي لك اولادك. معك حق، بس ذكرتني كم مره قلت لك انا عرفني على اختك وعلى ابن اختك، ما عرفتني. الحق معك مختار، بس مو انت مشغول بالبلد واهل البلد، ما حبيت اشغلك باختي وابن اختي، يطولنا بعمرك مختار. حرك. حاضر مختار. ليش عنده اخت ليك وانا عنده ابن اخت؟ الله يرضى عليك يا عزت، بدي جاهزيتكم تكون عاليه، بجوز اطلبكم باي وقت. سيدي شو رايكم نبعت الادله على المخبر لنعرف شو هي زمره الدم، ونجيب لنا شي كلب بوليسي معدل يعرف لنا مين صاحب الكوفيه. شو رايك يا سيد عزت انك تبطل تفكر؟ بالنسبه للكلب البوليسي ما في داعي له، شوف شغلك انت. شو بدي انا شمشي؟ شو الحكي فتحي، روح سوي لي شغل. حاضر سيدي. عزت ابي عيني شفته عم يحكي معها من الشباك، بدهم يركبوا لي حالي بالمقلوب، انا طالع اشوفه اذا بالبيت ولا لا. مرحبا بختار. اهلا اهلا اخي ابو جابر. تفضل 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 تفضل. انا ما معي وقت، جاي اقول لك كلمتين وامشي. خير شو في؟ بختار في تحركات بالبلد بتخوف. لا تحركات ولا شيء، شو بنا ابو جابر؟ لا في يا سيدي، شلون مر؟ في تحالف بين سلوم وابو العبد وابو حسنة. شو الحكي؟ شو جابوا هدول لبعضهم؟ ما بيتفقوا. لا سيدي دخلوا، حسنة راحت لعند عبد الغني وطلبت منه يحكي مع أبوه إنشان يطالع له أبوها، وسلوم لما هرب من البلد من هون التجأ لأبو العبد، قام آواء أبو العبد وحطه بالجيش. بقى يا مختار فيك تقلي شو معناته هذا الكلام؟ لا عمى، أبو حسنة كاده، أبو العبد أمن داخلي، سلوم جيش قوات مسلحة فظاعة، هدول جبهة وطنية كاملة. لكان أنا ليش جاي أشوفك؟ مشان نتعاون مع بعضنا، لأنه هذا التحالف رح يكون ضدي وضدك. يستر على أختك يا أبو جابر، شو لازم نساوي؟ أول شيء أنت بتستقطب الأهالي وأنا رح أضرب أركان التحالف. بعدين مختار أنا عندي مستمسكات بتعجبك وعلى كيف كيفك. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عن اذنكم. السلام عليكم. قاعدين ابو جابر؟ لا معلش عندي شوية شغل بالمخبر، هي بترككم عن مختار. السلام عليكم. الله معك ابو جابر. شو مختار؟ شو كان بده ابو جابر؟ شو كان بده ابو جابر؟ لا لا ما في شيء، كلمة هنالك في شغلة صعبانة عليه، قمت انا حليت له اياها بعد ما استشارني. مختار نحن صرنا عيد وحدة وما بيصير تفتي بشيء قبل ما تاخذ رأينا نحن اثنين. ابو نصيف عود عود، يستر على اختك عود. وين عدنا؟ عود ابو رشيد. تفضل ابو رشيد تفضل. يا عود راقب رئيس المخفر، هذا اللي كان ناقصني. يا رب تمر هالمصيبه اللي انا فيها على خير، وبعدين لكل حادث حديث. غريبه لهلا ما حدا طلع من الشباب، الله يستر. ما عاد فيني اصبر، احسن شي روح شوف مرشد. فنحن صار عنا يقين انه ابو حسنة ناوي يساوي انقلاب، صح؟ صح. لذلك نحن لازم نخبر السلطات المختصة عنه حتى نرفع المسؤولية عنه. ف شو رايكم؟ انا يا مختار الي رأي تاني وياريت تسمعوه. تفضل. الانقلاب ب 23 شهر، يعني بقي له كم اسبوع، فعلى بين نحن ما نخبر والخبر يصل والسلطات تفكر شلون بدها تتصرف بكون مضى شهر. المعنى يعني ما ضل وقت لشيء. انا رايي نسكت على الموضوع، لا مين شاف ولا مين دري. بس اذا ما خبرنا بيخربوا بيتنا ومنروح دبلك. بالعكس يا مختار بالعكس، تصور بكره اذا صار الانقلاب ونجح قديش بدك تنعز انت؟ قديش انا لك؟ طبعا نحن
لأنه اللي عامل الانقلاب من ضيعتنا. ثانيا إذا جماعة أبو حسنة بكرة عرفوا إنه نحن بنعرف بموضوعهم وما خبرنا عنهم، لك قديش بده يعزونا ويحترمونا ويقدرونا قديش؟ عم تحكي مظبوط يا كحل عيني. غريبة، ما في حدا بالبيت، يعني معقول كون عم بحلم؟ ايه حسنا، نحن بهالفترة ما لازم نظهر أي عداوة لأبو حسنة. إذا نجح الانقلاب كان بها، لكن إذا ما نجح خير. لا تغلط يا أبو رشيد، ما بتأجل الانقلاب إلا إذا كان في ضعف أو خطورة، لذلك لازم نخبر عنه. طيب مثل ما بدك مختار، مثل ما بدك، بس شو رأيك يعني نعطيهم فرصة لآخر الشهر، إذا ما صار الانقلاب يا سيدي ساعة تخبر. شو رأيك أخي أبو ناصف؟ أبو ناصر! شو شبك؟ شو رأيك أخي أبو ناصر؟ ايه مزبوط مزبوط، موافق. خلص موافق. مثل ما قلت لك سلوم بالجيش. ولي على قامتي يا ولي، ولي يا ولي، الله لا يوفقك يا أبو جابر. الولد راح هلأ بيسلخ الجيش جلده عن عظمه. ولي على قامتي. لا لا لا، أنت فهمتيني غلط. سلوم اتطوع بالجيش برغبته، بكرة بصير رجال مهم وإله قيمة ومركز. خرسي ولي، سلوم كل عمره رجال مهم وقيمة ومركز. سأليلي يعني هذا الجيش يعني بيعطي مصاري منيح؟ لكان أمي لكان بيعطوه مصاري وبصير إله قيمة. أيوة هادي بوسلك. لا 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 لا، وين رايحة وليه؟ رايحة طمن مجدولين بنت البيك. ومين هي للطمنية؟ أصلا كل شي صار من تحت راسها. لا تظلميها يا أمي، مجدولين والله ظريفة وطيبة. انت اللي مو فهمانه شيء، هاي البنت شايفه حالها مثل مثل ابوها، احسن شيء يبعدوا عنا ونبعد عنهم، فهمتي ولا فهمه؟ فهمت فهمت، ما بصير الا اللي بدك اياه. ايوه. لك اليوم اللي بمر وما بشوفها فيه، لك ما فيني نام. معقول كل هذا بتحبها؟ لك اه يا خضور اه، قد ما بقول لك بحبها قول اكثر، لك من وقت اللي تعرفت عليها تغيرت كل حياتي. بهي معك حق. أصلاً لو لقصتك معه ما تعرفنا عليك ولا شفناك. لك لولا ابن هالكلب أبو جابر ما كنت تركت تضيع دقيقة واحدة، بس هو اللي رماني هالرمية. ذكرتني، عم بيقولوا يمكن بعد كام يوم عنا رمي ويمكن يجي الزعيم يحضره. لك شبك لك خضور، أنا عم حاكيك عن مجدولين والحب وأنت عم تحاكيني عن الرمي. ولك يا أجدب، اللي بيطلع أحسن شي بالرمي الزعيم رح يعطيني شان ويبعته إجازة. كيف نيشانك؟ أنا صياد أباً عن جد، لك أبي الله يرحمه كان حارم طير يعيش بضيعتنا. شباب يلا اجتماع بسرعة. حسنة حسنة، الحمد لله على السلامة. هيك بتتركي البلد بدون ما تخبريني؟ هيك حكمت الظروف علي. أخ يا ريا لو تعرفي شو صار فيني. اللي صار هون على أكتر وأكتر، شو بدي أحكي لك؟ بس أنت طولت كتير، وين كنتي كل هالوقت؟ أنا كنت بضيعة خالي. ريا شو أخبار بابا؟ شو صار فيه؟ وين أخدوه؟ خلينا نفوت نحكي جوا، تعالي نقعد منه. شد حيلك يا عم، كل ظلم له نهاية. القدماء قالوا ما في أقوى من ضربة الخايف، وهن الخايفين من شان هيك عم يضربونا. لك أنو قدماء وأنو خايف، محارق قلبي غير شاهين. شاهين؟ مين شاهين؟ شاهين هذا الواطي. ما بقى عندي غير حلم واحد بحياتي كلها، أني أطلع من هون و
وشوف شاهين جوزة حلبه. معقول تكون حسنة رجعت؟ أكيد رجعت، ما دام حالة عبد المقصود هيك فمعناتها حسنة مقصوفة الرقبة رجعت. أحسن شي روح واتأكد بنفسي. وأحلى فنجان قهوة لأحلى عمي أبو صالح. أنا ما طلبت قهوة، هذا ضيافة مني، شفتك الآن وشارك قلت لحالي فنجان قهوة بروقك. خير؟ شو زعجك؟ ما سمعت امبارح صوت القواص اللي صار بالبلد؟ قواص؟ اي قواص؟ اوف، لكن فتحت امبارح جبهة، معقول ما سمعت؟ انا امبارح نمت بكير ونومي كتير تقيل. مين كان عم بيقوص؟ الظاهر محاولة انقلابية. اوف، انقلاب وهون بالبلد؟ لأنه إطلاق النار كان جاي من ناحية المختار. يا أبو صالح، هلأ إذا كان إطلاق النار جاي من بيت المختار والمغفر بيكون انقلاب. طبعاً، لأنه اللي بده يساوي انقلاب يا مرشد أول شيء بيحتل الأبنية الرسمية، وعندنا هون بالبلد ما في أبنية رسمية غير بيت المختار والمغفر. إذا هيك فعلاً معك حق. أنا أسلك عم أبو صالح. مع السلامة. ما فهمت لنا شو اللي سمعت؟ الناس عم تحكي شراوي غروي، ما حدا فهمان شي. إذا ما عرفنا شو اللي صار ترى منروح فيها يا مرشد. تعرف؟ مالنا غير عبد المقصود وروح نسأله. معك حق، عبد المقصود منه وفينا، بتروح لعند عبد المقصود وبتفهم منه شو سمع. يلا اتكل على الله. ماشي، بحاسبك بالشاي بعدين. مو بنار، يلا. يلا. سلام. سلام. لك عزوز؟ تعال معلم، لك انت وين بتشتغل؟ عندك، تعال. يلي صار؟ يلي صار الله لا يورجيه لحدا. لك آخ يا ريا، لو شفتي منظر بابا وهن قابضين عليه، لا منظره ولا كلماته عم بتروح من راسي. كان عم بيقول أنا فرجيك يا شاهين، الله لا يوفقك يا شاهين، كأنه عنده إحساس أنه شاهين وراه المصيبة اللي وقع فيها. يا ستي لا تستبعدي، لأنه شاهين قده ابن حرام ما في، مو بس بيساويها، بيساويها وبيساوي أبوها كمان. على كل حال لا تفكر الوضع هون كان أفضل بكتير، كانت البلد قايمة قاعدة. عزت يا عزت! ولك انت بتضل تحش ولا؟ سيدي نايمين بالعشاء. ان شاء الله عمرك ما تتعشى. بتبعت واحد من عندك لبيت ابو العبد، بدي اياه يراقب لي عبد الغني، امتى بيفوت وامتى بيطلع ومع مين عم بيحكي، وبتحمل حالك وبتروح لعند المختار. لك ايدك ولا؟ بتروح لعند المختار بتقول له يجي لعندي فورا، يلا تحرك. سيدي كاني ها حاسسني قلبي انك انت شاكك بالمختار، عشان هيك بعتني لاشحط لك اياه لتحقق معه. ما بدي عشرة القصة. يا لطيف قديشك ذكي يا عزت. يا ريت تنفذوا بس انقلع من خلتي ولا تحرك. ما في امل. المشكلة انه عبد المقصود مقتنع تماما انه شاف شاهين نازل لعندك بالليل. قال شو وانت كمان فتحتي له الشباك؟ انا؟ لا يا ريا، ما انت اكثر وحده بتعرفي انه انا بهداك اليوم ما كنت بالبلد كلها. كي شو بيعرفني يا؟ الله يساعده، صاير عم يشوف شغلات شروي غروي. قال شو؟ شافك انت وشاهين، وبهداك الوقت شاهين كان بالشام وانت كنتي بغير ضيعه. لا وين النهفه؟ قال شاف بابا وابو نصيف والمختار ماشيين مع بعض بنص الليل. ماشيين مع بعض بنص الليل؟ ايه شو بيعرفني يا؟ هو هيك قال. لا وبهديك الليله تحديدا بابا ما تحرك من البيت بنوب بنوب. تعرفي يعني الظاهر قصدك جن مو هيك؟ لك لا حرام، ما بدي اقول جن، الله يستره. والله اذا صار له شيء بتكوني انت السبب. بتعرفي يمكن معك حق، أنا ظلمته كتير لعبد المقصود، كتير جاي على بالي صلح غلطتي. شو يعني؟ بدك تتركي شاهين وترجعي لعبد المقصود؟ لكن اللي سواه شاهين بالبابا بينسكت عليه، ما أحلاني والله ارتبط بهيك واحد. لا، بضل عبد المقصود أحسن منه، مو هيك؟ وأنا هذا رأيي حبيبتي، فكري بالموضوع منيح وأنا واثقة إنه عبد المقصود رح يسامحك على كل شيء. يا حسنة! حسنة!
كل شيء كنت متأكد منه هلأ ما عدت متأكد منه نهائيا يا رجل. خليك معي واحكي لي عن القواصل اللي صار مبارح. يعني صار القواصل انتو سمعتوه؟ ايه طبعا سمعناه. ركز معي استاذ عبد، احكي لي كل شيء بتعرفه. ما عدت تعرف شيء، ما حتى اسمي كنت بعرفه وهلأ بطلت. ابو حسنة شاهين امثاله كتار بالمجتمع، ونحن كأتنجانسيا لازم نعري البرغماتية من قشورها، لازم نظهر عريها للشعب. عم تحكي معي؟ ايه معك يا ابو حسنة، لازم يكون في اتحاد وحوار الأنتلجانسيا والبروليتاريا ليقدروا يوقفوا بوش المتحزلقين والطبقات العفنة. طبقات العفنة؟ عفوا ابو الوزير، بتعرف واحد اسمه عبد المقصود؟ عبد المقصود؟ مين عبد المقصود؟ وشو بيشتغل هاد؟ عبد المقصود الضغطي، استاذ مدرسة عنا، مثلك تماما بيكره الطبقات العفنة والإمبريالية. إلا يا شهيد لك، يعني بعد كل هالغيبة وجاي تقول لي إنه عبد المقصود ساوى مظاهرة ضد قرار التقسيم؟ بس يا معلم أبو رياض، الأستاذ عبد المقصود صار يلقي بخطابات تحرض على الدولة، نعم. وشو يعني؟ فورة غضب يا أخي. يا شهيد، كل البلد طلعت مظاهرات وهتفت بنفس الشعارات، فإذا بدنا نمسك صاحبك لازم نقبض على كل البلد. والله يا معلم، يعني صراحة ما بعرف شو بدي أقول لك، هذا اللي طلع معي. اسمع شاهين، إذا حابب تكمل معنا فلازم تتقل العيار شوي. أكيد في بلدكم ناس ضد الحكومة، بس هدول بيشتغلوا من تحت لتحت، وهدول بدك تتعب كتير لحتى تكشفهم. فإذا حابب تكمل معنا يا أهلا وسهلا، أما إذا ما عندك إمكانيات فخلينا نشوف غيرك أخي. لا يا معلم أبو رياض، أنا جاهز دائما، أنتوا بس قولوا لي شو لازم ساوي وأنا بالخدامة دائما. مرحبا يا مختار. أهلا عزاب. خير شو في؟ بيسلم عليك معلم أبو جابر، بده إياك. ما قال لك شو بده مني؟ لا ما قال لي، قال لي بتحمل حالك وبتشح، قال لي خليه يجي لعندي فورا. أكل حارس سبقني لعنده أنا لاحقك. ماشي مختار، بدي أسألك سؤال. باعتبار بيتك قريب على مسرح الجريمة، شفت شي أو سمعت شي؟ لأنه أي معلومة ممكن تفيدنا بالتحقيق تذكر لي منيح، لو صغير المعلومة معليش بمشي حالها. عزاد إلي هالحكي يا عمار بتحكي؟ مختار الشغلة كبيرة، فيها أقواص فيها دم. تعرف شو يعني دم؟ وإذا ما حلينا هذا اللغز بيحكوا علينا أهل الضيعة أنه نحن جماعة أخرى. يعني حضرتك راح تحل اللغز؟ طبعا إذا بتساعدني بحله، وبحل أبوه وبحل مفاصله كمان. امسك حي وحل عني، لأنه هلا رئيس المخفر بيستعوقك بيساوي من جدك دربكات يا كحل عيني. دربكات؟ الله لا يكتر خيركم بهالبلد. صح دينو. ها ليك عوال، بتروح لعند بيت الاستاذ عبد المقصود بتقول له المختار بده اياك ضروري ضروري. امرك معلمتي، بس الحقيقه خجلان منك. يعني الوالد الكريم الله يخلي لك اياه بيشغلني عنده 24 ساعه ل 24 ساعه، والمعاش اللي بنقبضه يا دوب يكفيني ايجار بثلاثه، وغير هيك ابن اختي مريض بدي اخذه عنده. فهمت عليك، خلص بعود لك اياها بعدين، روح هلا. طيب يعني في مجال ناخذ دفعه لقدام؟ ولي شو بتنق، خلص روح هلا. لك امرك يا احلى صبيه بكل هالبلاد. ها شغلة واحدة بس متأكد منها، أبو حسنة وراه شيء خطير، وأنا مرجح يا عبد يكون انقلاب. ما بعرف، حاسس كل شيء عم يصير بأكد الحكي. لك أنتوا مبارح وين كنتوا؟ نحنا؟ إيه؟ مبارح نمنا على بكير كتير مبارح. أستاذ عبد بده إياك ضروري المختار طول لعنده. السلام عليكم. عبد المقصود روح لعند المختار وفهم لنا شو اللي صار، أنا لازم أمشي. شلون بدي امرق هاليوم؟
شلون؟ لوين يا برنسيسة؟ لعند أهل سلوم، اطمن إذا وصلوا شي خبر عني. يا عيني، شو جنيتي؟ من أنت ولاد البكوات بزوروا الخدم؟ لا جنيت ولا شي، بني آدم مثله مثلنا، خدمنا بكل إخلاص، الأصول بتقول نطمن عنه. وصرت تفهمي بالأصول كمان. يا بنت الأصول، كان لازم تزوري رئيس المخفر يلي من ورا مشكل سلوم ما عدنا شفنا صورة وجهه. وما بظن تشوف وجهه بعد اليوم. بكل الأحوال أنا ما كنت موافقة على هالجوازي. وليه مش موافقة؟ مجدولين، ما تكوني حاطة عينك على حدا من الرعاع مثل سلوم مثلا. ما تغلط بابا، أنا ببقى بنت بيك وهيدي حقيقة ما فينا نغيرها، بس بتمنى أنت تتذكرها وتتنبسط. بطلت روح. ما خير استاذ عبد. انسي مريم. انسي مريم. انسي مريم. انسي مريم. رفيقتي عبد المقصود، بدك ما تواخذني، كنت مدموجة بالقراية فما انتبهت لك. معقول انت عم تري رأس المال؟ يا إلهي شو كبرتي بعيني يا مريم، يا إلهي. المختار جوا ما؟ لا، بس عواد قال لي انه المختار عاوزني. بصراحة بصراحة أنا اللي بعت وراك مو أبي. أنت؟ ليه؟ لك إيه، عاوزتك شوي تعب. هلأ بدأ هجوم أبو جابر يا مختار. أنا وصيت جماعة الشام بأبو حسنة، هلأ بيكون عم يأكل فلقة من كعب الدست. شو هالحكي؟ شو هالحكي يا أبو جابر؟ دخيلك ما في ضرورة لحتى نأذي، يعني يا أخي اعتبره ولد. إيه ولد صغير وغلط، بصير هيك بيجي نضربه. شبك مختار؟ شو أنت نسيان إنه هو بالتحالف اللي ضدنا؟ بعدين كل واحد بيغلط بده يدفع الثمن. مو حضرتك اللي ذكرت بالتقرير انه ابو حسنة غلط، صحيح ولا لا؟ يا سيدي صح، غلط 100%. بس يا ابو جابر، يعني الله يرضى عليك، يمكن الله يصلحه ابو حسنة اجت رجله فوق النيشان بالصدفة يا اخي، بالصدفة. لذلك الله يرضى عليك بلكي بتشوف لنا حدا بالمدينة الك مونع عليه يخففوا عنه الضرب. هن بدهم يضربوه بس يعني يخففوا شوي. هن بيعرفوا شغلهم منيح، بعدين انا ما بتدخل بهيك شغلي. شو مختار؟ شايف قلبك رقان، شو القصة؟ عفوا عفوا، انا لا رقان ولا شيء، يعني كل ما هنالك يعني بضل ابو حسنة قبل بلدنا يا اخي، بس لا متفهمك. عن اذنك يا كحل عيني. إيه لا تروح لا تروح، هلا بنروح سوا وراح ورجيك اخوك ابو جابر شو راح يساوي باعضاء التحالف التانيين. شو راح تساوي ابو جابر؟ سيدي، وصلتنا معلومات انه عبد الغني صار ببيته. على ما اعتقد بلشنا نكمش راس الخيط. ولك يا عزان، هذا الخيط كله. مختار، هلا بتشوف اخوك ابو جابر عمليا شو راح يساوي، مو حصريا. شرفوا مشوا قدامي، تفضلوا 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 تفضلوا. عزان